اهلا بيكم في حلقه جديده من هاني ومريم في بلاد الامريكان. النهارده الجو حلو اهو، والدنيا شمس والجو ربيع والدنيا بديع وكده، وقفلي على كل المواضيع. من ايام النادره ان احنا يبقى الجو كده، يعني دايما لا اما مطره ولا اما ساقعه، مش عارفه احنا كنا في مايو ازاي ولابسين شتوي. المهم يعني الدنيا بدات تفتح وبقى الجو حر شويه اهو، فيعني ايه ربنا يكملها حر على طول. المهم حلقة النهاردة أنا هتكلم على شيكات الإعانة أو شيكات المساعدات اللي بتقدمها الحكومة، عشان في أسئلة كتير بتيجي. طبعا الجزء ده تخصص هاني، الفترة اللي فاتت كلها كان هاني اللي بينزل معلومات عن أو الفيديوهات عن الشيكات دي، بس أنا النهاردة هتكلم في كام نقطة كده على السريع. بدء ذي بدء، مفيش شيك تاني لغاية النهاردة، هو الشيك الوحيد اللي جه 1200، ده الشيك الوحيد لكل فرد 1200 وللأطفال 500 دولار. في مشروع الهيرو أكت ده لسه الكونجرس بس اللي وافق عليه، لسه السند ما وافقش عليه، والسند واخد لونج ويكند، فهو الاسبوع ده اجازه، فهم المفروض يرجعوا الاسبوع الجاي او اللي بعده تقريبا، تاني الاسبوع الجاي. واللي ترامب قالك ان المشروع ده ميت قبل ما يوصل. بس في حاجه، الجمهوريين والديمقراطيين متفقين على حاجه، ان المفروض ان يجي شيك اعانه تاني، ده اللي هم متفقين عليه. الشيك ده هيجي امتى؟ يعني على اقصى تقدير كده اخر شهر 6 لو اتوافق عليه، اول شهر 7. فانت بتتكلم على اي مساعدات مش هتشوفها قبل 15/7، اوكي؟ قبل لما يروح من الكونجرس للسند، ومن السند يطلع لترامب، وترامب يرجعه تاني للكونجرس ويوافقوا عليه. هو ده المشروع بنتكلم فيه لغايه شهر 7. فاللي يقول لي فلوس جايه ومش فلوس جايه وفي ناس خدت 1200 تاني، لا الكلام ده مش دقيق. فده الجزء الاولاني. الناس اللي بتتكلم عن الايجارات، مفيش اي حاجه عن الايجارات لغايه النهارده، انت ملزم انك تدفع ايجارك. اللي سمعته ان لو انت معاك FHA ممكن تكلم من اللون، اللي هو اللون اللي انت الناس اللي انت واخد معاهم اللون، ممكن يدوك حاجه تاجيل لمده 3 4 شهور حاجه زي كده، بس انت ملزم انك تدفعهم تاني بعد الفتره دي. لو اداك مثلا سماح بعد 6 شهور، ملزم انك انت تدفع ال 6 شهور ايجار دول على الترابيزه كاش، يعني تدفعهم كلهم مره واحده كده. زي مثلا انت بتاخد ايجار 2000، فانت عايز تاجل 6 شهور، فبعد 6 شهور لو سمحت انا عايز 12000 دولار اخدهم النهارده بيمنت منك. ده لل FHA. اللي واخدين كونفيدنشال لون ممكن يعملوا حاجه تبع برده تبع اللي هو اللي واخدين معاهم القرض، بيديك من برده هنقول 6 شهور مثلا. انا ما اعرفش الفتره، هو انت بينك وبينه الفتره دي هتبقى متفق عليها ازاي، مش يعني ده حاجه مش قانون مش الزام، ده حاجه بينك وبينه. هو بيحاول يساعد الناس اللي هي بدل ما يعمل له فوركلوجر ولا يسيب له البيت ويمشي، بيحاول يساعد الناس دي. طب انا هسيب لك 6 شهور ايجار وهضيفهم لك على اخر، يعني مثلا لو انت بتعمل تقسيط على 30 سنه هيبقى 30 سنه و6 شهور. ده اللي واخدين اي حاجه غير الاف اتش اي. فلو عندك اي مشاكل في الكريدت بتاعك، او سوري اي مشاكل في الايجار، وانك مش قادر تدفع المورجج، والمورجج مش الرنت، الرنت دي حاجه ثانيه، فانت منك للي واخد معاهم اللون او منك ومن البنك اللي انت تتعامل معاه، وهو على حسب مزاجه، لا يرفض لا يوافق، لان ما فيش اي حاجه بتجبره انه يوافق. دي نقطه. تاني نقطه، الرنت ما فيش اي حاجه عليه لسه نزلت، هما زي ما هما، انت ملزم انك تدفع الرنت. انا عارفه الناس ما حاش فلوس، الناس ما تشتغلش، الناس بس هو بدا يفتح الولايات دلوقتي. احنا خلاص النهارده فيس 1، النهارده في فيرجينيا بدا يتطبق، جورجيا فاتحه من زمان، نورث كارولاينا فاتحه، دي سي فتحت، نيويورك بتحاول خلال اسبوعين نيويورك ونيوجيرسي يفتحوا. فالناس بقى الحياه بدات ترجع او هترجع الى حد ما، الى ما يعني نقول مثلا بنسبه 25% لطبيعتها. فمحلات الاكل بدات ترجع تشتغل تاني، والناس يعني بتنادي ان احنا سبورت اللوكال بزنس وكده. فاحنا الفتره الجايه دي هنشوف اختلاف شويه، يعني هنشوف ان الناس بدات تشتغل. اللي يقول الناس ما حاش فلوس، لا، في يعني بدليل ان الراس لما فتح في بعض الورد اللي فتح فيها كان مثلا بيعمل، نقول مثلا مليون ربح، هو عمل 3، يعني اضرب في 3، لو كان بيعمل مليون هو عمل 3، والناس ما بتشتغلش. ف نفس الحوار في كاسكو، انا بتكلم على راس ان هو مش اكل وشرب، ان هو لبس حاجات كماليات. فانت بتشوف الارباح بتاعته والسهم بتاعه نط ازاي، هتعرفوها في الفتره الجايه. هتلاقوا في بعض الاسهم لبعض الشركات بدات بتنط، مش بعد ما كانت واقعه بتنط بشكل كبير. فده من دول ان الماركت فيه فلوس نازله. ف
فنبقى الحاجه اللي احنا متفقين عليها كلنا ان في شيك هيجي اذا كان $1,000 كل اسبوعين او 1,200 لكل فرد مره واحده وانتهت ال $1,000 دي. في هو عده مشاريع موجوده قدامهم، لا اما 1,200 مره واحده سواء اطفال او كبار 1,200 كمان، يعني تتكلم لو اسره من اربع افراد في 4,800 هتبقى مره واحده وانتهينا مره واحده كمان، او لا اما 1,000 كل اسبوعين للهاوس هولد. يعني ايه الهاوس هولد؟ يعني هاني ده هاوس هولد، مريم دي مراته ملهاش انها فلوس، لكن هاني هو الهاوس هولد، فهو هيجي له كل اسبوعين $1,000 لمده شهرين، فبتتكلم على $4,000 لمده شهرين. دي نقطه. اللي بيتقال في مشروع حاجه كمان ان انا هديك $2,000، طبعا دي برضو فيها هات وخد كتير. المشاريع كميه البروبوزال اللي موجوده في الكونجرس والسند كتيره 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 كتيره، فكل المشاريع اللي بتيجي دي احنا مش عارفين ايه اللي هيتوافق عليها وايه اللي مش هيتوافق عليه، بس اللي احنا عارفينه وبنسبه مثلا 95% في شيك تاني جاي. امتى؟ الله اعلم. بكام؟ برضو الله اعلم. فده الحاجة اللي هي موجودة هتيجي مساعدات تانية. هل هيلغوا ايجار والمورجج؟ دي فيها ايه الوقال؟ يعني معلش هناخد كلمة كده، يعني خدوا فكروا معايا. انا فاهمة ان واخد المورجج، يعني انا واحدة واخدة مورجج، فانا فاهمة ان انا واخد مورجج ممكن يجي يعفيني. اللي مأجر من الاوفيس او مرجع من ابارتمنت معينة هو واخد من حد معروف، لكن افرض مريم مأجرة البيسمنت لحد، الحد ده ملزم يدفع لمريان؟ هي مريان بتقول له ادفع، لكن الحكومه عارفه عنه حاجه؟ لا ما تعرفش، ده انا مأجره من الباطل مش مأجره قدام الحكومه. فده اغلبيه المشاكل هتحصل من النقطه دي. فانا يعني اللي انا بقوله حكايه الايجار مش هتحصل، يعني حكايه الايجار لان هو هيوقف بيع وشراء لمده سنه او 15 شهر زي ما بيقولوا اللي هيطبق عليه القانون ده، لا ده خراب السوق العقاري كله، السوق العقاري كله هيتخرب، فده مش هتنفع. وان الناس اللي كانت قاعده هنا من 2008 لما شافوا الازمه العالميه لما حصلت كانت حصلت في سوق العقار، فانت بتتكلم ان انت عايز تعمل الازمه العالميه الازمه الاقتصاديه تاني الايام دي، لا انت عندك تضخم وعندك كساد، يعني فكفايه عليك قوي ده. يعني النهارده الحاجه اضرب اضعافها كام؟ روحوا شوفوا الاكل بره، الطماطم سعرها بقى كام؟ مش هقول الفراخ ولحمه، الطماطم بقى سعرها كام؟ في حاجات بدات تزيد او بتزيد بشكل يعني كتير قوي، فاحنا مش عارفين اللي هيحصل الفتره الجايه ايه. دي الاهم حاجه. الناس اللي بتقول الاعانه $600 وقفت اللي هو اعانه البطاله، طيب في بيزنس بيروح ياخد ويقول لهم اصلا محتو انا مش قادر ادفع ساعدوني، فبيدوا له قرض. القرض ده حاجتين، لو انت هتدفع 75% من الفلوس، لو انا اديتك $10,000 دفعت 7,500 مرتبات انا مش عايزه منك الفلوس، لكن لو ما دفعتش منهم حاجه وخدتهم لنفسك لا انا عايزك تردهم لي على خلال سنتين. فصاحب البيزنس ده المطعم او بتاع البيتزا او محلات الاكل او اي بيزنس اي سمول بيزنس، العماله دي قاعده في البيت، فلو سمحت على ارجع، لا مش راجع، انا ايه اللي نزلني؟ ما انا باخد فلوس اكتر في عنت البطاله غير ان انا قاعد وحامي نفسي من ريسك المرض. فهو حضرتك هيروح يبلغ زي مكتب العمل كده، لا ده انا قلت له ارجع فهو ما بيرجعش، هو اوتوماتيك هيلغي لك الفلوس دي. فلو الناس تيجي تقول انا ما نزلتليش فلوس، هو اوريدي تلاقي صاحب العمل ده كلمك قال لك ارجع او كده، طبعا هو بيقلل لك ساعه العمل، فانت بتقول لا مش راجع. طب ما هو انت ممكن ترجع وتاخد ساعات العمل، هو ادالك مثلا انت كنت بتاخد 40 اداك 10 مثلا، انت من حقك بتقدم تاني على اعاده بطاله لانك انت عدد الساعات اللي هو ادالك قللها، فانت من حقك ان انت تقدم على اعاده البطاله. ففي الحاله دي انت بتشتغل بمرتب وبتاخد اعاده بطاله، اي نعم مش تبقى زي اللي انت كنت بتاخده في الاول، هيبقى ادوك على نسبه الدخل، بس انت دخلك هيبقى اقل، يعني هيبقى اقل من اللي انت كنت بتاخده. فهو يا جماعه مش هيدي فلوس، يعني هو ترامب قال انا مش هدي فلوس الناس قاعده في البيت، فهو الراجل ده عايز الاقتصاد يقوم. لاحظوا ان في انتخابات كمان 6 شهور، فهم لازم معدل البطاله ده يرجع تاني، اللي هو انت خلاص انت وصلت لاعلى معدل بطاله في امريكا، فالراجل ده عايز يرجع امريكا تاني زي ما كانت موجوده في شهر 12 يرجعها في خلال 6 شهور، وده طبعا حاجه هتكون مستحيله.
فده اللي احنا بنتكلم فيه الفتره الجايه. صاحب الشغل قال لك ارجع، ارجع وقدم على اعانه البطاله تاني. طالما عدد ساعاتك قلت قدم على اعانه البطاله تاني، مش هيقول لك لا. وزي ما هاني قال في الفيديو الاخير قدمه، يعني هم لغايه النهارده بيقبلوا ناس قدموا. دي في حاله لو اعانه البطاله وقفت، يعني خلوا بالكم لو اعانه البطاله وقفت هو بيبقى صاحب الشغل قال لهم ان انت انا عرضت عليه انه يشتغل وهو مش عايز ينزل، فهم بيوقفوا اعانه البطاله. فانت ممكن تنزل الشغل وتقدم ان انت عدد ساعاتك قلت فبرضه هتاخد اعانه البطاله، يعني هم بصراحه فير الحته دي. سواء اشتغلت ساعات قليله هيدوك اعانه البطاله، سواء قعدت في البيت زي بتوع اوبر وليفت دول قاعدين في البيت مفيش خروج، فدول برضه لهم اعانه بطاله. فده مشاريع قانونيه دي شغاله. طبعا الهيرو اكت ده اللي متبنينه الديمقراطيين وكده، يعني انا بنسبه 95% بقول ان القانون ده هو طبعا في حاجات من تحت الترابيزه بتحصل، يعني الكونجرس مع البيت الابيض بيلعبوا حاجات من تحت الترابيزه، والحاجات دي احنا مش عارفينها ايه اللي هيحصل، الله اعلم. الهيرو اكت مش حاجه كويسه، الناس اللي فرحانه بيه والكلام ده مش حاجه كويسه. هنقول ان ده بنتكلم ان هو هيستنزف ثروات البلد، انا قلتها قبل كده والناس طلعت هاجمتني، بس بالعقل كده انهي دوله اللي هتطلع 5 تريليون دولار؟ وعلى فكره هم واخدين حاجات يعني مش للازمه، يعني القانون ده لو انتوا قريتوا 800 صفحه، انتوا لو قريتوا الخبايا اللي فيه عاملين حاجات انت الناس اللي في ازمه الكورونا مش هتستفاد بيها. بس هم عشان الشغل الدعائي بتاع الانتخابات، فكل واحد بيحاول يكسب لصفه الناس اللي بتصوت له. فالله اعلم ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه دي، هتكون كل حاجه هتبان، يعني خلال ال 10 ايام الجايين دول كل حاجه هتبان. بس انا بقول ان هو هيبقى الشيك ب 1200 دولار لكل فرد، مش لل مش ل... وحتى فيهم العيال، يعني هو ده اللي هيعملوه 100 و1200 لكل فرد، يعني الاسره 4800 هتبقى مره واحده ومش هيدفع فلوس تاني، لان هو عايز البلد تتحرك، فهو هيدفع فلوس عشان السمول بزنس يشتغل، عشان تنزل تروح تشتري اكل. هل بقى الاليه هيديها لك كاش زي المره اللي فاتت دايركت ديبوزيت، ولا بالقروض اللي بداوا يطبعوها وزاره الخزانه او وزاره الماليه بدات تطبع اللي هو زي داب الكارد ده؟ هل ده قالك ده للناس اللي اول مره ما خدوش ال 1200؟ هل هيبقى الدفعه الثانيه بنفس الاسلوب؟ لان هو مش عايز الناس دي تاخد الفلوس وتبعتها بمصر، او تحط تاستكهم وتعينهم في الخزنه، او تاستكهم وتحطهم في البنك، هو عايز الفلوس دي تتصرف عشان الدايره تدور. فمتهيألي هتبقى يعني مصلك هنقول بنسبه 70% هتكون هي زي الكروت دي. فالكلام ده هنعرفه خلال 10 ايام الجايين دول، هنشوف ايه اللي هيحصل. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وتستنونا في حلقات تانية جايه كتير من هاني وماريا في بلاد الامريكان. وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، واستنونا. باي باي.